يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مهمة وخاصة جدا، لأنها هتكون مليئة بالكواليس الكثيرة اللي بتخص الأهلي قبل ساعات قليلة قوي من انطلاق مباراة اليوم الهامة أمام سان داونز في تاني مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي الساعة 9 بالليل. فبالتالي مباراة طبعا مهمة قوي في مشوار الأهلي الأفريقي سعيا نحو الحفاظ على البطولة للموسم الثالث على التوالي بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تكون البطولة رقم 11 في تاريخ نادينا الحبيب النادي الأهلي. فبالتالي كواليس كتير جدا وأخبار كتير جدا تتعلق للفريق والتشكيل كمان المتوقع وكل شيء أنتوا عايزين تعرفوه هيكون على مدار فقرات الحلقة المختلفة من برنامج الترند النهاردة، بخلاف بعض الأخبار المحلية والعالمية اللي أكيد هنتطرق ليها في فقرات أخرى. كمان منتظرين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة، سؤال بيتعلق بمباراة اليوم بالطبع وتوقعاتكم لتشكيل النادي الأهلي وأيضا للنتيجة في مباراة اليوم. فبالتالي هننتظر تواصل حضراتكم من خلال سؤال حلقة النهاردة ومن خلال الصفحات الرسمية لقناة الأهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير قبل ما نختم بإذن الله. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي الليلة، الأهلي واجه سان داونز باستاد القاهرة، وكمان الشناوي الجمهور سيكون دافع قوي في المباراة بإذن الله، وأخيرا محمد هاني يقترب من الانضمام للمنتخب. دي أهم وأبرز العناوين الخاصة بحلقتنا النهاردة، لكن كمان بخلاف العناوين عندنا بعض الماتشات المهمة في مختلف البطولات، وإحنا عارفين دايما يوم السبت والحد بيبقى فيهم مباريات كتير جدا هامة للغاية. فبالتالي خلينا نبتدي بالبطولة الأهم بالنسبة لنا وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهاردة في بعض المباريات اللي اتلعبت واللي هتتلعب، او مباراه واحده اتلعبت والباقي هيتلعب. مباراه الترجي والنجم الساحلي في القمه التونسيه الافريقيه، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفرقتين. اقول لحضراتكم كده ترتيب المجموعه الثالثه اللي بتضم الترجي التونسي والنجم الساحلي. الترجي بقى في الصداره بخمس نقاط، بيستمر في الصداره من ثلاث ماتشات. النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، هينتظر مباراة شباب بلوزداد الجزائري مع جواني الجالاكسي، واللي هتحدد أكتر الترتيب بعد المباراة أو الجولة الثالثة للمجموعة دي. النهاردة كمان الساعة 6 مباراة زجرادا مع بيترو أتلتيكو، والمباراة دي اللي بتضم مجموعة أو فرق الزمالك والوداد اللي عندهم مباراة أيضا غاية في الأهمية. فبالتالي خلينا نقول جدول ترتيب المجموعة الخاصة ب زجرادا وبيترو أتلتيكو. بيترو أتلتيكو متصدر في مفاجأة كبيرة يعني، بعد ماتشين أربع نقاط، الوداد الرياضي المغربي ثلاث نقاط في المركز الثاني، الزمالك نقطتين في المركز الثالث، وزجرادا في المركز الرابع من نقطة. فبالتالي ماتشين النهاردة مهمين قوي في المجموعة دي ما بين زجرادا وبيترو أتلتيكو، دي الساعة 6، والساعة 9 بالليل الوداد مع الزمالك ماتش في نفس توقيت مباراة الأهلي، فبالتالي ماتش قوي جدا ايضا. بخلاف مباراه جوانين جالاكسي مع شباب بلوزداد اللي قلنا عليها، والمباراه الاهم بالنسبه لنا هي مباراه الاهلي مع سان داونز. ونفكر حضراتكم بمجموعه الاهلي، لان المريخ والهلال لعبوا قمه سودانيه ايضا افريقيه امبارح، كانت يعني الشوط الاول بالتحديد كان حلو قوي، والمريخ قدر ان هو يفوز بنتيجه 2-1 علشان يتصدر المجموعه قبل مباراه الاهلي اليوم مع ماموليدي سان داونز برصيد اربع نقاط. ماموليدي سان داونز عنده اربع نقاط ايضا، بس المريخ لعب ماتشين بس، وسان داونز هيبقى النهارده ثلاث ماتشات والاهلي هيكون ماتشين. الاهلي المركز الثالث نقطه، باذن الله يكون موفق ويوصل نقطه رقم اربعه عشان يتصدر، والهلال عنده نقطه وحيده من التعادل مع الاهلي في السودان بدون اهداف. دي مجموعات دوري ابطال افريقيا والنتائج حتى الان والمباريات اللي هتتلعب كمان. خلينا نروح لماتشات الدوري الانجليزي. النهارده في ماتشات قويه قوي قوي في الدوري الانجليزي، وفي الجوله دي اعتقد الجوله رقم 27 ليدز يونايتد اللي يعني بيترنح في الحقيقه وهزايم متتاليه، واكثر فريق في تاريخ الدوري الانجليزي في شهر واحد بس يستقبل اهداف. استقبل كم هدف؟ 20 هدف بعد ماتش النهارده. خسر 4-0 من توتنهام اللي كان فاز على مانشستر سيتي، وبعد كده خسر الماتش اللي فات من بيرنلي 1-0، بعد كده رجع النهارده بعد تصريحات كانت غريبه شويه من كونتي بيلمح فيها للرحيل، لكن فاز 4-0 النهارده على ليدز يونايتد في ملعب ليدز. كمان الساعه 5 بقى في اربع ماتشات، مانشستر يونايتد مع واتفورد خلاص ابتدى الماتش ده، كريستال بالاس مع بيرنلي، برايتون مع استون فيلا، وبرينتفورد مع نيوكاسل. والساعه 7:30 بالليل مباراه ايفرتون ومانشستر سيتي باذن الله. يعني اتمنى ان دي بروين يعني ربنا يكرمه ويتالق النهارده عشان بصراحه مكابتنه في الفانتزي يعني.
وصلاح مش موجود في الجوله دي لان عنده مباراه طبعا نهائي كاس الرابطه مع تشيلسي بكره باذن الله الساعه 6:30. نتمنى له يا رب كل التوفيق وتبقى بطوله جديده تضاف في يعني دولاب بطولاته تحديدا هو وانجازاته. يعني النهارده كمان في الدوري الاسباني اكتر من مباراه، مباراه لعبت ما بين ريال مايوركا مع فالنسيا، ابتدت الساعه 3 وانتهت منذ قليل بفوز فالنسيا 1-0. ختافي مع ديبورتيفو الافيز الساعه 5:15، رايو فاليكانو مع ريال مدريد الساعه 7:30، واتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو الساعه 10 بالليل. دي اهم وابرز المباريات في مختلف البطولات سواء الافريقيه او حتى العالميه. هنروح لفاصل، بعد الفاصل كل الكواليس اللي بتتعلق بالنادي الاهلي واخر الاستعدادات لمباراه اليوم الهامه جدا امام صن داونز. استنونا. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية. مباراه اليوم امام صن داونز، اللي يقول ان هي مباراه مش صعبه وان فريق صن داونز مش هو الفريق اللي كان بيلعبنا من سنتين او السنه اللي فاتت او كلام من ده والفريق بقى اضعف يبقى بيهزر. بالتحديد بقول الكلام ده لان انا سمعت يعني اكتر من محلل او اكتر من لاعب سابق يعني في كره القدم بيقول ان الماتش سهل على الاهلي وان صن داونز مش هو الفريق القوي قوي لان احنا كنا بنخاف منه قبل كده وكلام من ده، فالمباراه تم متناول النادي الاهلي. طبعا الكلام ده مش موجود في الكوره خالص خالص. اولا صن داونز فريق قوي جدا جدا، عنده امكانيات مميزه، مدرب مميز، لعيبه سريعه، كورتهم حلوه، وياما احنا اتفرجنا على احنا الموسم الرابع على التوالي نلعب فيه صن داونز، فاتفرجنا عليهم كتير وعارفين طريقه لعبهم. جانب مهاري عالي، جانب بدني مميز، بيلعبوا لعب جماعي ممتاز، عندهم حارس قوي جدا اونيانجو، عندهم اكتر من لاعب بيغيب سيرينو ماشي بسبب الاصابه كلام من ده، لكن في نفس الوقت لا فرقه تقيله جدا، فرقه تقيله جدا ولازم تكون مركز معاها بشكل كبير لان هي المنافس المباشر معاك في المجموعه. ولسه طبعا الهلال والمريخ في الصوره بشكل كبير لان امبارح المريخ كمان فاز 2-1 في مباراه كانت على استاد الاهلي والسلام على الهلال السوداني. فبالتالي المجموعه صعبه وهي اصعب مجموعه في الاربع مجموعات الموجودين في دوري الابطال الموسم ده، فلازم التركيز في كل لحظه في الماتش. احنا عندنا افضليه في ايه؟ عندنا افضليه ان احنا عندنا اربع ماتشات على ملعبنا، بدايه من مباراه النهارده حلو، وبعدين ماتشين مريخ على ملعبك لان المريخ بيلعب في القاهره زي ما احنا عارفين، وماتش الهلال على ملعبك. فهي دي الافضليه بالنسبه لك. هتطلع بس لصن داونز بعد ماتش المريخ اللي جاي، تروح تلاعب صن داونز وترجع، وان شاء الله تقدر كمان تكسب هناك. واحنا دايما الثقافه بتاعتنا بتاعت الكره المصريه بشكل عام وبتاعت النادي الاهلي تحديدا بتتعلق بان خلاص من ساعه ما مستر مانويل جوزيه بصراحه هو اللي دخل الثقافه دي عندنا ان احنا لما نروح نلعب بره لازم نلعب زي بره زي جوه ونحاول نكسب. يعني الفتره الاخيره للاسف الكره المصريه بشكل كامل سواء بقى اهلي او زمالك او كلام من ده كان نادرا لما بنكسب. يعني احنا السنه اللي فاتت كسبنا الترجي بره في تونس، مش متذكر كسبنا حد تاني بره السنه اللي فاتت ولا لا، لكن في كل الاحوال ان شاء الله نكسب المره دي كمان صن داونز بره، فده امر هيكون مهم. فانت بتنافس في مباراه قويه جدا النهارده ومجموعه اقوى في بطوله دوري ابطال افريقيا، مهم جدا ان انت تتخطى هذه المرحله وان شاء الله هنتخطاها باذن الله. ان احنا بصراحه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله اقوى قائمه لفريق في افريقيا هو النادي الاهلي، اقوى قائمه لفريق في افريقيا في الحقيقه. فعايزين نستغل العناصر القويه جدا عندنا سواء على المستوى الخاص بالجهاز الفني او بالخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. بالتالي بمناسبة القائمة تعالوا نشوف القائمة الخاصة بمباراة اليوم اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني واللي هيختار منها يعني المجموعة الخاصة بمباراة اليوم اللي تشارك بشكل أساسي. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، 22 لاعب هما زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم بيعود،
محمد هاني موجود وكريم فؤاد اللي ماشي بشكل ممتاز جدا الفتره اللي فاتت، سواء في المباريات اللي لعبها في كاس العالم او حتى المباراه الاخيره قدام المقصه، كان لعيب كويس قوي قوي بصراحه ومكسب للنادي الاهلي ده امر مؤكد. عوده علي معلول احد اهم المفاتيح بالنسبه لنا، محمود وحيد متواجد، عمرو السوليه موجود بعد ما يعتبر ريح شويه، هو حمدي فتحي كل واحد لعب شوط تقريبا ماتش المقصه، اليو ديانج موجود احد ابرز العناصر، محمد مجدي قفشه ايضا، ومحمد محمود اللي بيستمر في التواجد مع الاهلي في قوائم المباريات المختلفه، وده بسبب ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم على ما اتذكر الاسبوع اللي فات ان محمد محمود ماشي بشكل كويس جدا في التدريبات، وموسيماني مبسوط منه بشكل ملحوظ، يعني راجل بيشيد بيه كتير جدا في التدريبات، عشان كده كمان خد دقايق في مباراه المقصه اللي فاتت. طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، حسين الشحات، ميكيسوني، يعني اللي عنده دوافع معنويه جامده جدا ومعنوياته مرتفعه بعد الجونين اللي جابهم في مباراه المقصه، وشفنا قد ايه كان بيتقال على ميكيسوني، لكن في كل الاحوال هي دي كرة القدم. بيرسي تاو بيعود وأكيد عودة مهمة جدا، محمد شريف وحسام حسن اللي محتاج جون عشان الدنيا بإذن الله تفتح معاه بشكل كبير مع الأهلي ونشوف منه مشوار طويل مع الفريق بتألق مستمر. فدي القائمة اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني لهذه المباراة، إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق. 70 مليون أهلاوي تقريبا هيتابعوا المباراة النهاردة في كل مكان، سواء في البيوت او في القهاوي الساعه 9 بالليل. نتمنى يا رب كل التوفيق والاهلاويه يفرحوا باذن الله تعالى. خلينا نروح نشوف المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي، هو جزء من المؤتمر، نشوف ابرز التصريحات ايه ونرجع نكمل، يلا بينا. Because we need a little bit of an advantage. I hope that give us an advantage because there's nothing that will give you more advantage than the mental side. So hopefully our last matches with them will give us an edge. Hopefully, you never know, but sometimes it can motivate them more because they lost the last match. So they will come stronger. I don't know. أتمنى تكون نقطة قوة أو تدينا أفضلية زي ما حضرتك قلت إن إحنا كسبناها الماتشات اللي فاتت، ممكن وختم كلامه بيقول لك ممكن تبقى النقطة عكسية، ممكن هم يستعدوا عشان يكسبوا موضوع العقدة ده، بس هو بيقول طبعًا إحنا محتاجين ما فيها حاجة تدينا يعني دوافع أو امتياز وحاجة زي كده ممكن فعلًا تبقى تدينا أفضلية نفسية حتى إن إحنا نكسبوا معاهم. If they don't score, it's good for us. It's good for our record. But what's important is to get the three points. سؤال حياتك، الاهلي قابل صن داونز خمس مرات هنا عمره ما سجلوا حاجه زي كده، كويسه. بيقول لك طبعا لو ما سجلوش يعني كويس حاجه زي كده هنحافظ على الرقم القياسي، بس الاهم ان احنا نكسب الثلاث نقط، اهم ان هم يسجلوا ما سجلوش. If I'm listening to her, even if 0-0 we can say they didn't score against us and we didn't win the match. لان فكره انهم ما يسجلوش ممكن يتعادل 0-0 وبنخش الثلاث نقاط ناخد نقطه واحده ونقول هم ما سجلوش. So we're chasing the points more than the record. احنا بنستهدف النقاط الثلاثة أهم من الرقم القياسي اللي هم ما يسجلوش فينا، هم ما يسجلوش فينا، المهم نكسب الماتش ونحقق ثلاث نقاط. Yeah, but it's not only Luis had a good game last time. Afshar had a good game also. مش بس لويس لعب ماتش كويس، هيك بتقول لويس لعب كويس الماتش اللي فات، حسين الأفضلية يلعب، يبدأ قال لك مش هو لوحده، قفشه لعب كويس وحسين لعب كويس الماتش اللي فات. حسين played well. وحسين لعب كويس. رابيا played well. ورامي ربيع لعب كويس برضه الماتش اللي فات. كريم played very well last match. وكريم لعب كويس جدا الماتش اللي فات على المقصة. وحيد played very well. وحيد لعب كويس جدا. So. محمود وحيد. So it's they put me in a difficult position. حطوه في موقف صعب. Because وحيد played very well. With all the overlaps. وحيد لعب كويس جدا وعمل overlaps كتير. And I still have Malul who had a calf injury. وعنده معلول برضه كان عنده اصابه كاف. Rabia played very well. وعمل ربيع لعب كويس جدا برضه. But I still had عبد المنعم also played very well. عبد المنعم برضه لعب كويس جدا في الماتش. In Qatar and in Abu Dhabi and أبو ظبي في كأس العالم. Also in the national team. حتى مع المنتخب عبد المنعم لعب كويس. مش معنى ان رامي لاعب. And Ali Malul, Ali Lotfi, he got us a bronze medal. وعلي لطفي حارس المرمى جاب لنا بديع برونز في كأس العالم. And Shenawy is a good goalkeeper. Shenawy حارس كويس. So you see that you should feel sorry for me. شايف حاجة زي كده تأسف عليه، الموقف هو موقف صعب إن يختار يلعب مين وما يلعبش مين. There's always going to be four teams in pot A, four teams in pot B before the draw. لو بتلعب أفريقيا دايما في تصنيف أربع فرق، you'll always find أول تاني تالت رابع في الفرق. Always find Zamalek. قبل القرعة. You'll find Ali. You'll find Wydad. في زمالك وأهلي. You'll find those teams. And Taraji. والترجي. You go to pot B, you'll find Sundowns. خش المستوى الثاني. You'll find all others, all the other teams. على المستوى الثاني. Leaving next year, you're gonna see this. حتى السنة الجاية هتلاقي برضه نفس التصنيف. So you can't avoid, it's a draw. بس ممكن تتجنب دي قرعة. So it depends, we're still gonna play them again.
ممكن نلعبهم تاني. You can't tell me after the group stages. بعد دوري المجموعات ممكن تعملهم تاني في البطولة تاني. There is going to be a Wydad, there's going to be a Zamalek, there's going to be a Taraji. You can't avoid. It's Champions League. ممكن أي حاجة لأن بطولة أفريقيا كل شيء وارد. Those 6-7 teams they will always play. سبع فرق على طول بيلعبوا مع بعض، فرق كبيرة بتاعت أفريقيا بيقابلوا بعض دايما. طبعا احنا يعني احنا عارفين اهميه المباراه دي بالنسبه لنا، مباراه فاصله بالنسبه لنا، دي تاني مباراه في المجموعه. بالنسبه لنا لازم يكون 3 بونت بالنسبه لنا مهمين جدا في مشوارنا. اللعبه كلها مركزه وعارفه اهميه المباراه. طبعا احنا عارفين فريق سان داونز كويس جدا ومحضرين له كويس جدا، وهم برده نفس النظام عارفيننا كويس ومحضرين كويس، وان شاء الله ربنا يكرم واللعبه كلها مركزه وان شاء الله نطلع بالثلاث بونت ان شاء الله. اكيد طبعا احنا اللعيبه الكبار اللي موجوده في الفرقه، اكيد احنا بنتكلم مع الفرق مع اللعيبه اللي موجوده، بنوصلهم الرساله بتاعتنا، لان احنا بنلعب فريق كبير ما بنلعبش فريق صغير. على طول فاكرين طبعا المباراه بتاعت سان داونز هناك، طبعا احنا على طول بنكون مركزين. اي فرقه بنلعبها بندي احترامها، كبيره صغيره بندي احترامها، هو ده الميزه عندنا. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي باللعيبه الكبيره بتركز مع اللعيبه الصغيره، بتقول لهم اي فرقه بنلعبها لازم نديها احترام يعني كبير جدا. طبعا سان داونز فرقه كبيره واحنا بنعمل لهم احترام، وان شاء الله ربنا يكرمنا. واهم حاجه بالنسبه لنا 3 بونت بس اهم حاجه. طبعا كان الفتره اللي فاتت اللعيبه اللي كانت موجوده في المنتخب كان في يعني في مشاق كتير الفتره اللي فاتت، وفي سفر كتير الفتره اللي فاتت، بس احنا يعني مع الجهاز الفني اللي موجود بيدي للعيبه راحه كويس جدا. حتى كمان بعد الماتش السودان لما رجعوا خدوا اجازه، احنا الجهاز الفني مع الجهاز الطبي بيراعوا الموقف ده كويس جدا، واللعيبه اللي كانت مجهده اكتر هي اخذت راحه. هما بيدرسوا الموضوع ده، واكيد في اجهاد، بس احنا طبعا اي ماتش احنا مضغوطين الفتره دي بين الجدول الدوري وبين افريقيا، دي مش مشكله عندنا. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا نركز بس مع الفرقه، واهم حاجه نركز في المباراه الجايه، واهم حاجه نعدي الدور ده ان شاء الله ونركز في الماتش الجاي. اكيد طبعا انت لو تشوف البطوله بتاع كاس العالم للانديه، تمام، اي بطوله بيبقى فيها الجمهور بتاعنا هو بيدينا دافع جامد جدا، حتى هنا في مصر طبعا بيدينا دافع جامد جدا. احنا بالنسبه لنا يكون جمهور موجود على طول دايما في المدرجات، احنا بنبقى سعداء احنا موجودين في الملعب، بيدينا روح بيدينا طاقه جوه الملعب. احنا على طول بالنسبه لنا الجمهور بالنسبه لنا بيدينا يعني بيدينا قوه في الملعب يعني. طيب يعني كلام مهم جدا في الحقيقه، سواء من مستر بيتسو موسيماني او محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي. بالتحديد عايز اعلق على كلام مستر بيتسو موسيماني، لان الجزئيه دي مهمه واللي هو تطرق ليها، واللي بتتعلق بايه؟ بتتعلق بالخيارات الكتير جدا اللي عنده، اللي مسببه له حيره يلعب مين ولا مين. واللعيبه ما شاء الله ماشيه بشكل كويس كلهم، سواء اللي بيلعبوا بشكل اساسي او حتى اللي بياخدوا فرص للمشاركه، كله بيتالق. فده مسبب لموسيماني حيره، مش عارف يعني مين يلعب على حساب مين. الكلام ده ايه؟ الكلام ده ناتج عن مجهود كبير قوي 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 قامت بيه اداره الكوره في النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت، مش موسم او مش فتره انتقالات واحده او اتنين، لا ده بلان كان محطوط بقاله 3 سنين تقريبا يعني او اكتر، اللي هو ايه يا جماعه؟ احنا عايزين نوصل لمرحله ان احنا يبقى عندنا فريق قوام فريق كامل بمختلف المراكز المليئة بأكتر من عنصر يقدروا يساعدوا الفرقة في حالة تواجد إصابات أو الله لا يقدر حاجات من هذا القبيل اللي ممكن تعطلنا. احنا مش عايزين نتعطل، ممكن يبقى في إصابات، هي دي كرة القدم طبيعي. احنا عندنا دلوقتي 3 لاعبين مصابين بس، بدر وإن شاء الله قريب هيرجع، أكرم وعمار 2 صليبي لسه قدامهم شوية، محمود متولي رجع، بيرسي تاو رجع، شناوي الحمد لله رجع، فعدد كبير من اللعيبة موجود ومتوفر بالنسبة لك. فده يدل على المجهود الكبير اللي بذلته إدارة النادي الأهلي على مدار السنوات القليلة الماضية عشان توصل للقوام ده من الفريق المميز اللي يقدر بإذن الله ينافس على كل البطولات. طيب دي كانت تصريحات موسيماني وشناوي، تعال نشوف تصريحات مكوينا المدير الفني لسان داونز قال امبارح ونرجع مرة تانية. It's good to be with you guys. We promise we won't be as aggressive as they normally have in these press conferences. انا مبسوط ان انا موجود معاكم الاول. طبعا السلام عليكم، مبسوط ان انا موجود معاكم، وبنوعدكم ان هو مش هيكون مؤتمر شيق قوي يعني. انه we are a lot calmer. انا دلوقتي هادي. But it's good to be here and thanks for having us. انا مبسوط ان انا موجود هنا وشكرا لكم. Ahead of a very, very big and important clash. كان في حاجة حصلت قبل كده كانت قوية. So we're looking forward to it.
مستنى وبيتمنى للمباراه طبعا، هو بيقصد المباراه المقابله اللي جايه يعني. Yeah, well, of course, Coach Pizzo has the intel of the club. Might not necessarily be of the squad and the way we play because a lot has changed since he was here. طبعا كوتش بيتسو على درايه كامله بالفرقه، قعد وقت كتير موجود مع الفرقه، بس ممكن دلوقتي مش كل التفاصيل موجوده عنده، بس هو على درايه بالفرقه. From a tactical perspective, there's a lot of new things that we've introduced. بالنسبه للتخطيط الخطط اللي بيلعب بيها او ماميلودي سان داونز بيلعب بيها، ممكن هو مش على درايه كامله بيها. There's a lot of variations in relation to what we try to do when we have possession, when we don't have possession. في كتير اختلافات لما بيكون من ساعة ما ساب لدلوقتي، في طرق كتير اتغيرت، في حاجات كتير اتغيرت هو مش على دراية بيها، مع انه على علم انه في كان وقت كتير مع ماميلودي سان داونز. اللي هو عايز يوصله لحضرتك انه هو على درايه، بس مش كل التفاصيل موجوده معاه. And the squad profile has also changed quite a bit. برضه اللاعبين السكواد اللي موجودين معانا اتغيروا، حتى البروفايل بتاعهم اتغير على ما كان كوتش بيتسو موجود. I mean this, if you look at the starting lineup from last year to what we have this year, is when we played here Al Ahly here last year, the squad is completely or almost different. لو بصيت على الفريق اللي بدا السنه اللي فاتت مباراه النادي الاهلي وبصيت عليه السنه دي، تقريبا بنسبه 70 او 80% تشكيل مختلف. But you can say the same about Coach Pizzo because he's now had more experiences. ممكن تقول نفس الكلام على كوتش بيتسو، لان هو برضه نفس الحكايه، عنده الخبره الكافيه انه يقدر يشوف بيها. Different match experiences change the profile of the coach. برضو المباريات، الاكسبيرينس بتاع المباريات، تخطيط المباراه الواحده، هو اكيد عنده الخبره دي. يعني تصريحات متوازنه جدا من المدير الفني لفريق سان داونز قبل مباراه بكره، واحترام متبادل في الحقيقه ما بين الفرقتين، وعلاقات مميزه دايما ما بين الاهلي وسان داونز. المهم نتمنى كل التوفيق للاهلي في مباراه اليوم، ان شاء الله يكسب ثلاث نقاط تكون في رصيده في دور المجموعات. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا. احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال، بالضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. ايديكي مش فاضية؟ شلت اوزان بس مش شايل محفظة، عاش. شيلوك الليلة ومحدش شال معاك، على طول مستعجلة. ما ينفعش تلمسي حاجة؟ بقول لكم ايه، هاتوا سايب باي باند، اسورة دفع ذكية وبنفس امان الكارت، وكمان ووتر بروف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نطمن بشكل اكبر على الفرقه واخر الاستعدادات الخاصه بالاهلي قبل مباراه اليوم امام سان داونز. نروح سريعا لزميلنا العزيز من مقر اقامه الاهلي قبل مباراه اليوم، كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير.
مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وتحياتنا لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك كريم، يعني قول لنا ايه اخر الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالاهلي والجهاز الفني واللاعبين قبل ساعات من انطلاق مباراه اليوم الهامه امام صن داونز. يعني نقدر نقول زميلي امير تحدي جديد وقوي النهارده الحقيقه امام ميلدي صن داونز، فريق مميز جدا ويمكن ليه صولات وجولات كثيره جدا مع فريق النادي الاهلي، تركيز كبير كالعاده، مباراه يمكن هي الاهم يا امير طبعا في هذه المجموعه، لان انت عارف طبعا مباراه ليها حسابات خاصه ويمكن كمان مباراه على ارضنا، فان شاء الله باذن الله التحضيرات الجيده جدا اللي لمسناها الحقيقه خلال الايام الماضيه رغم ضيق الوقت والضغط الكبير والتلاحم الكبير، لكن نقدر نقول الحقيقه يعني تحيه كبيره جدا لبيتسو موسيماني واللعيبه ان هي قدرت ان هي تعمل ريكفري، قدرت ان هي تحضر بشكل كبير جدا المباراه، فيمكن ان شاء الله باذن الله تمنياتنا بكل التوفيق للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير، اللعيبه الجهاز الفني الكل النهارده المنظومه بالكامل النهارده لابد يكون في تكاتف كبير جدا جدا للخروج بهذه المباراه بنتيجه تساعد النادي الاهلي في المجموعه، وان شاء الله تكون خطوه مهمه جدا وكبيره جدا ان شاء الله. احنا نداءنا وجمهور النادي الاهلي نداء ال11 الاهلي ده من اول مباراه طبعا في البطوله، فان شاء الله باذن الله كل تمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. كالعاده طبعا زميلي امير اليوم الاعتيادي الخاص طبعا بمعسكر فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه القريب جدا من استاد القاهره الاستابل المباراه، يعني اقدر اقول لك في هذه اللحظات المحاضره الفنيه الاخيره لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، يعني محاضره طبعا بتوقيتنا طبعا هنا 5:30، المحاضره طبعا بتستغرق نص ساعه، الراجل بيحاول طبعا ياكد على اهميه المباراه، الراجل قاري بشكل كبير جدا الحقيقه ميلودي صن داونز، لكن في متغيرات كثيره جدا وفي امور عديده جدا، الناس عندها اكيد رغبه كبيره جدا، ويمكن فريق صن داونز بيمتلك عناصر مميزه، لكن احنا كمان عندنا لعيبه ثقتنا كبيره جدا فيهم، الاهلي بمن حضر يمكن دي مش شعار ولا كلمه شفناها الحقيقه على ارض الواقع، يعني فده كان امر مهم جدا الحقيقه للنادي الاهلي ومدى تركيزه في التدريبات الاخيره. ايضا كمان عايز اطمنك بشكل عام على الحاله المعنويه والبدنيه والذهنيه والتحضيريه ايضا كمان لكل اللعيبه الحقيقه. احنا غياباتنا عديده امير، لكن المتواجد طبعا في القائمه ان شاء الله باذن الله يكون على قدر المسؤوليه كالعاده، يكون في تحدي ويكون في عزيمه كبيره جدا، مفيش بار النهارده، فيمكن الامور دي ان شاء الله باذن الله محتاجه تركيز كبير جدا من اللعيبه، دخولنا في المباراه، حاله اللعيبه، كل الامور دي يا رب ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي والتاكيد على دور الجمهور. 5000 مشجع متواجدين ان شاء الله متواجدين بالكامل، مؤازره من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني هو هدف الجمهور هو ان هو يشجع اللعيبه ويؤازرهم، وهدف اللعيبه هي تسعد جمهور النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله العوامل وكل الظروف اللي معانا النهارده باذن الله النهارده كمان طاقم التحكيم يكون موفق معانا ناخد حقنا في المباراه، لكن امر الفار ده مهم جدا الحقيقه، احنا عايزينه يكون عادل بس يعني قبل المحاضره وفي على طول طاقم التحكيم مش اكتر، يعني طبيعي يعني بالظبط الفرقتين كبار وكل حاجه وامكانيات كبيره هنا وهنا، لكن دايما بنطالب كنادي اهلي يكون التحكيم عادل، الحكم يكون عادل في الملعب، ما يكونش عنده يعني أي توجهات أو حاجة يعني. بالظبط كده يا امير طبعا، ويمكن كمان اللعيبه يعني خلاص مش هننزل للفار بقى، عايزين نستغل انصاف الفرص، دخولنا يكون جيد، حاله اللعيبه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله نقدر نحسمها بشكل كبير جدا ان شاء الله في هذه المباراه، لكن بطمنك يا امير بشكل عام يعني رغم الغيابات الكبيره جدا اللي عندنا طبعا في قائمه الفريق، وليد سليمان متولي، حمزه علاء، ايمن اشرف، بدر بنون، صلاح محسن، عمار حمدي، اكرم توفيق، كوك، عدد كبير جدا ولعيبه ليها ثقل كبير جدا طبعاً. لكن ان شاء الله باذن الله ال11 المتواجدين اختيار بيتسو موسيماني قيادته الفنيه الرائعه والممتازه الحقيقه اللي بنشوفها في المباريات الكبيره ان شاء الله النهارده باذن الله يستمر قيادته الفنيه من خارج الخطوط، وايضا كمان المباراه راجل مقسم المباراه اكيد على مراحل وعارف طبعا نقاط القوه والضعف والثغرات، لكن ان شاء الله باذن الله الظروف تكون معانا النهارده امير باذن الله في هذه المباراه. بسال يا كريم على حاله بعض اللاعبين العائدين لقائمه الاهلي في مباراه اليوم تحديدا، مثلا عايز اسال على علي معلول مدى جاهزيته لهذه المباراه، لانه مفتاح مهم جدا بالنسبه للاهلي في كل مبارياته في الحقيقه، بسال كمان على بيرسي تاو لان البعض بيقول ان بيرسي تاو مش جاهز بنسبه 100% او ان هو ممكن ما يشاركش في مباراه اليوم، لكن هو متواجد في القائمه، عايز اطمن على الاثنين دول تحديدا ومدى جاهزيتهم للماتش. يعني هضم كمان معاهم محمد عبد المنعم، يعني اقدر اقول لك منعم، علي معلول، بيرسي تاو، ثلاثي جاهز يا امير بدنيا وفنيا جاهز، علي معلول جاهز بنسبه 100% وان شاء الله يكون مشارك بشكل اساسي في هذه المباراه، محمد عبد المنعم ايضا كمان برجولته الكبيره المعروفه عنه ان شاء الله يكون ليه دور كبير ويكون ليه مؤثر النهارده، بيرسي تاو يعني اقدر اقول لك ممكن يكون في تحفظ شويه على الدفع بشكل اساسي طبعا في بدايه المباراه، لكن ورقه رابحه وورقه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، هداف الدوري يا امير انت عارف طبعا 5 اهداف، ليه ثقل وليه وزن وعارف كمان كل الثغرات وكل نقاط القوه ضعف مع فريق صن داونز، عارف الامور دي كلها، لكن هو التحفظ طبعا بشكل طبي عليه، انت عارف طبعا اللاعب راجع من اصابه بيحاول ان هو بس ياخد كام تمرينه فيها احتكاكات فيها، لكن طبعا ضيق الوقت والتلاحم الكبير جدا ما اداش فرصه لبيرسي تاو ان هو يظهر في تدريبه بشكل كامل بقوه يعني، لكن ورقه مهمه جدا، بنامل ان شاء الله باذن الله التوليفه والتشكيل يكون ليه دور كبير جدا في هذه المباراه، والمجموعه بقى كلها بشكل عام يعني منعم، علي معلول، محمد هاني، ياسر، كل اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله تكون فايقه بلغه الكوره النهارده، يكونوا مركزين من اول دقيقه،
اكد على هذا الامر امير جمهور النادي الاهلي هيكون له دور كبير جدا جدا النهارده ان شاء الله باذن الله، هو ان شاء الله يكون سبب الفوز مع الاصرار الكبير والعزيمه المعروفه عن كل لعيبه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي باذن الله يحقق اللي مفيش فرقه حققته في افريقيا ان شاء الله باذن الله، ان احنا نحصل على اللقب الثالث على التوالي ال11 الاهلي ان شاء الله يكون في دوري بطولات النادي الاهلي. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله باذن الله 11 تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا من فندق الاقامه الخاص بالفريق قبل مباراه اليوم. بس نقطتين سريعا قبل الفاصل، ميزه حلوه قوي الروتيشن اللي عامله مستر بيتسو موسيماني في مباراه المقصه، ففي يعني اريحيه شويه بدنيه بالنسبه لبعض اللاعبين الاساسيين النهارده في مباراه اليوم، بغض النظر عن التشكيل هنعرفه كمان شويه بشكل رسمي. يعني النقطه الثانيه ان احنا اخر ماتش الاهلي لعبه على استاد القاهره، لو معلومتي غلط يا جماعه صححوا لي، اخر ماتش لعبناه على استاد القاهره كان الاهلي كسب الزمالك 5، فدي نتيجه كبيره نتمنى تكرارها باذن الله في مباراه اليوم في استاد القاهره قدام سان داونز. احنا الاهم طبعا نكسب، بس لما النتيجه تبقى كبيره كده تبقى حاجه بصراحه اميز يعني في كل الاحوال. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه اليوم. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي دي لقطات لاعبي النادي الاهلي وهم في اتجاههم لقاعه المحاضره الخاصه بمباراه اليوم، المحاضره الاخيره اللي هيدي من خلالها مستر بيتسو موسيماني تعليماته الاخيره، وهيعلن من خلالها كمان التشكيل الرسمي للاهلي، هيعلنوا اللعيبه طبعا مين اللي هيشارك عشان الكل يبقى جاهز نفسيا وذهنيا قبل انطلاق المباراه دي، وطبيعي اكيد جاهزين بدنيا وفنيا ان شاء الله يكونوا موفقين باذن الله. بالتالي خلينا نشوف ايه اخر الاخبار اللي اتقالت في الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا، وازاي الحسابات دي تناولت استعدادات النادي الاهلي مباراه اليوم امام سان داونز. ونبتدي بالحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر واللي بيتوقعوا تشكيل الاهلي في مباراه اليوم. هنا بيقولوا ان الاهلي هيلعب 3-4-3، وهقول لكم جزئيه برده مهمه بس في الخبر اللي بعده. اولا هنا توقعنا محمد شناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، في نص الملعب عمرو سوليه واليو ديانج، محمد هاني يمين، علي معلول شمال، وفي الامام كل من محمد مجدي قفشه وطاهر او الشحات، اعتقد ان الشحات هيكون اقرب، وشريف هو المهاجم. نخش على التوقع اللي بعده من كرة بلس، وبيقولوا التشكيل الأقرب للأهلي في مباراته أمام سان داونز، وبيقولوا إن قفشة على دكة البدلاء وطاهر محمد طاهر أساسيا، وده اللي احنا هنشوفه، لكن كل واحد بيجتهد بيحاول يعرف. هنا كمان بيقولوا إيه إن الأهلي هيلعب 4-3-3 زي ما حضراتكم كده شايفين الشكل الفرقة على الملعب، ودي ميزة بصراحة عملها موسيماني، ان ايه ان اي فريق هيجي يلعب الاهلي دلوقتي هيقول لك هو الاهلي هيلعب 3-4-3 ولا 4-3-3 ولا 4-2-3-1، فانت بتحير اللي قدامك. فبصراحه شايف ان ده جانب ايجابي جدا جدا بيستفيد منه الفريق والجهاز الفني بصراحه، التنوع في طريقه اللعب وفي شكل الفريق داخل الملعب ده اكيد بيديك افضليه. فبالتالي التشكيل هنا كان ايه، محمد الشناوي حراسه المرمى، 4 في خط الدفاع، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، وعلي معلول، في نص الملعب حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه، قدام احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف. خلينا كمان ناخد حساب يلا كوره نرجع له مره ثانيه، وبعد ما قالوا ان موسيماني لم يفز على سان داونز الا مع الاهلي، هو موسيماني قبل سان داونز كان ماسك فريق اسمه سوبر سبورت الجنوب افريقي، خسر من سان داونز مرتين وهو مدير فني لهذا الفريق، وبعد كده راح سان داونز، واول فوز ليه مع او على سان داونز كان مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت لما كسبناهم هنا في القاهره 2-0 وتعادلنا هناك 1-1. طيب خلينا كمان ناخد خبر اخر، وده من خلال جول، حساب جول على تويتر، واللي قالوا تاريخ مواجهات الاهلي وسان داونز في دوري ابطال افريقيا، الاهلي فاز 5 مرات، سان داونز فاز مباراه واحده، المباراه الشهيره اللي احنا عارفينها اللي كانت هناك بنتيجه 5-0 لجنوب افريقيا، وتعادلوا 4 مباريات. الافضليه للاهلي، لكن كل ده طبعا مش مقياس اطلاقا قبل مباراه اليوم، هي مجرد احصائيات وارقام يعني. الوطن سبورت، موسيماني في رساله للاعبي النادي الاهلي، سان داونز الحالي اقوى واخطر مما كان عليه،
واكيد هو الراجل ملم وعارف امكانيات الفريق الجنوب افريقي لانه هو مدير فني النادي الاهلي، لكن طبعا بيتابع الدوري الجنوب افريقي المسابقات اللي في بلده اكيد، فعارف مدى قوه فريق صن داونز، فبالتالي برضو اكيد هيكون عامل كل ترتيباته وحساباته على هذا الفريق وامكانياته ونقاط القوه والضعف ازاي يقابلها، فده شيء ايجابي يعني. واكيد صن داونز فريق قوي وفريق محترم جدا، لازم نكون مركزين معاه بشكل كبير. حساب الاهرام على تويتر: تحذيرات شديده اللهجه. انا دايما بعترض على كلمه شديده اللهجه دي، لان في الحقيقه مفيش حاجه، مفيش مدرب كده بيجيب لعيبه يقول خد هنا تعالى او يزعق له بقى ويتخانق معاه وخلي بالك واوعى، مفيش الكلام ده يعني في الكوره يعني. هي بتبقى تحذيرات يا جماعه خلوا بالكم كده، مباراه صن داونز مباراه قويه، فريق صن داونز فريق قوي عنده لعيبه كويسه، فبيقعد بقى يذاكر. التحذيرات بتبقى المفروض بتبقى في انهي شكل او في انهي اطار؟ في اطار الدراسه الوفيه من خلال لقطات لفريق صن داونز، تعرف كده او تعرف لعيبتك ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، ازاي تقابلهم، ازاي تقدر تشتغل على نقاط الضعف بتاعتهم عشان تقدر تفوز في مباراه مهمه بالنسبه لك في دوري ابطال افريقيا. هي دي طريقه التحذيرات، لكن حته شديده اللهجه دي دايما انا بعترض عليها في الحقيقه، وما تبقاش موجوده على الاقل في النادي الاهلي يعني. ده فيما يتعلق باخر اخبار الاهلي في السوشيال ميديا. هروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا بعض الاخبار الاخرى اللي تتعلق بالجانب المحلي والعالمي، فاستنونا. قبل ما اختم مع حضراتكم خلينا نتطرق شويه لبعض الاخبار المحليه المهمه ونعلق عليها، ونبتدي بحساب الاهرام على تويتر واللي بيقولوا تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الجهاز الفني المنتخب الوطني ولاعب الاهلي، قصدهم هنا على محمد دهاني. ومحمد دهاني يعني بنسبه كبيره هيكون متواجد في قائمه منتخب مصر في مباراتي السنغال باذن الله، ماتشين حاسمين جدا في مشوار التاهل لكاس العالم، من خلالهم ان شاء الله تتخطى وتوصل باذن الله وتحقق يعني حلم كل المصريين. هاني ماشي بشكل ممتاز خلال الفترة اللي فاتت، متألق جدا في كل المباريات اللي بيلعبها، بداية من كأس العالم مرورا بماتش الدوري اللي اتلعب بتاع المقصة، ماتش كمان الهلال بتاع أفريقيا، فبالتالي يستحق الانضمام للمنتخب. هاني في الحقيقة أصلا لعيب جابر، لعيب شخصيته قوية في الملعب، لعيب كويس بدنيا ومهاريا في الجانب الهجومي كمان تحديدا، مفيد جدا سواء للأهلي أو هيكون كمان لمنتخب مصر، فانضمامه أنا بشوف أنه شيء طبيعي جدا جدا بعد المستوى اللي هو أداه على مدار الفترة اللي فاتت يعني، من اللعيبه اللي انا بثق فيها في الحقيقه يعني. خلينا كمان نروح ليلا كوره وحسابهم على تويتر، وهنا مصدر ليلا كوره بيقول ان كيروش لم يعجب باي لاعب جديد في الدوري لضمه امام السنغال، فقط يتابع افشه وناصر منسي واحمد عبد القادر. ده بخلاف هاني اكيد يعني، لان هاني برده زي ما انتم عارفين بنسبه كبيره موجود. حته بقى افشه، احمد عبد القادر، ناصر منسي، ناصر مش بيأدي او مش بيقدم المطلوب او المردود المطلوب منه على مدار الفتره اللي فاتت يعني، مش ما اعتقدش ان هو هيكون عنصر جديد للمنتخب خلال الفتره الجايه، ربما بعد كده. لكن احمد عبد القادر وافشه طبعا في الصوره اسمين جامدين ولاعيبه عندها قدرات مميزه جدا جدا، فنتمنى لهم التوفيق. وايا كان مين اللي هيكون موجود في قائمه المنتخب في ماتشين السنغال، ايا كان مين اللي هيلعب، المهم ان احنا نوصل نفرح ونوصل كاس عالم بقى، لان ده امر هيكون مهم بالنسبه لنا. تعالوا ناخد شويه بعض الاخبار العالميه اللي بتتعلق بمحمد صلاح تحديدا، ونبتدي من خلال حساب انفيلد ووتش على تويتر، ونشر تصريحات لكريستيان بوليزيتش طبعا نجم تشيلسي الامريكي، تشيلسي انجليزي لكن هو اللاعب جنسيته امريكي يعني، واللي قال ان محمد صلاح لاعب رائع، هو من ضمن الافضل هذا الموسم، استطيع التعلم منه، انه هداف رائع قوي جدا، يفعل اشياء عديده لا يدركها الناس تجعله في وضعيه تمكنه من تسجيل الاهداف يعني. اشاده من نجم برده من تشيلسي بوليزيتش بنجمنا المصري محمد صلاح اللي الكل بيشيد بيه في الحقيقه، وده امر مهم. طيب خلينا كمان نروح لتصريحات اخرى، وده من خلال حساب في الجول على تويتر، واللي قاله جناح اسكتلندا وتشيلسي السابق لصحيفه كيكر الالمانيه واللي هو بات نيفن، واللي قال لولا ميسي ورونالدو كان محمد صلاح الافضل في العالم دلوقتي يعني، او على مدار فتره او حقبه من الزمن، لان تواجد ميسي ورونالدو ممكن يكونوا اثروا شويه على صلاح، لان هما طبعا اساطير وصلاح اسطوره اكيد، لكن دايما المقارنه كانت بين ميسي ورونالدو. وتصريحات برضو ايجابيه في حق محمد صلاح اللي بيتالق ويتوهج تحديدا الموسم ده بشكل ملحوظ، وعلى مدار خمس مواسم سابقه يعني مستوى اكثر من رائع وثابت يعني. طيب حساب كورة بلس على تويتر بيقول إن عمر مرموش شارك في 86 دقيقة من أو مع شتوتجارت
والفريق خسر 2-1 امام هوفنهايم بالدوري الالماني. مهم قوي ان عمر مرموش بعد اصابته بكورونا يبتدي ياخد مباريات كتير وعدد دقائق كتير عشان يكون جاهز مع المنتخب باذن الله الفتره الجايه، وده هيكون اكيد شيء مهم لمنتخبنا. لكن خلينا نروح لواحد من المتالقين المحترفين المصريين في الخارج، وهو تريزيجيه، واللي خد قرار ممتاز جدا بانه يوافق على الاعاره ويخرج من الدوري الانجليزي مع استون فيلا يروح لباشك شهير التركي. النهارده كان بيلعب تريزيجيه، للاسف خسروا 2-1، لكن هو اللي جاب هدف باشاك شهير عشان يكون الهدف الثالث ليه في ثلاث ماتشات لعبها، وعامل 2 اسيست كمان، ده من خلال حساب سبورت 360، واللي قال ان هو تريزيجيه بيواصل التالق في الحقيقه في مباراته اليوم امام فريق فتح كاراجومورك. ماشي، اسماء غريبه شويه في الدوري التركي، لكن المهم بالنسبه لنا ان تريزيجيه تالق، ويعني ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق لانه عنصر ايضا مهم في التشكيله الخاصه بمنتخبنا الوطني. طيب، توقعات حضراتكم لتشكيل الاهلي ونتيجه مباراه اليوم ناخدها من خلال تفاعلكم معانا. نبتدي بعمر السايح، واللي قال ان شاء الله فوز الاهلي 6-0. يا ريت يا عمرو والله. محمد الشناوي، ده التشكيل: هاني، معلول، ياسر، ابراهيم، عبد المنعم، السولية، ديانج، أفشة، شريف، الشحات، عبد القادر. طيب، ناخد تعليق اخر. ايمي 74 قالت: الشناوي، عبد المنعم، ياسر، معلول، هاني، ديانج، السولية، أفشة، من كيسوني، الشحات، شريف. بالتوفيق لنادي القرن الافريقي في رحله الدفاع على اللقب الافريقي ال11 باذن الله تعالى. خلينا كمان ناخد حسن، واللي قال: الشناوي، معلول، ياسر، عبد المنعم، هاني، ديانج، حمدي، السولية، احمد، عبد القادر، أفشة، شريف. وايضا التشكيل يعني متغير من كل تعليق واخر بسبب يعني الفرايتيز او الاوبشنز الكتير اللي قدام موسيماني النهارده في الحقيقه. يوسف قال ايه؟ قال: الشناوي، عبد المنعم، حمدي، ياسر، معلول، ديانج، سوليه، هاني، أفشة، محمد شريف، واحمد عبد القادر. اخر تعليقين سريعا: هاني سعد، ان شاء الله نكمل الرباعيات على قصدي على غرار الارب، يعني النتيجه الاهلي دايما بيحقق هذا الموسم اتكررت اكتر من مره بفوز 4-0. احمد شعبان اخيرا قال: 2-0 الاهلي ان شاء الله. الشناوي، معلول، ياسر، هاني، ربيع، السوليه، حمدي، ديانج، عبد القادر، شريف، وتاهو. دي كانت توقعات حضراتكم سواء للتشكيل او لنتيجه المباراه. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، وباذن الله 3 نقاط تكون في رصيد النادي الاهلي تضاف للنقطه اللي عنده عشان يبقى 4 نقاط في صداره ترتيب مجموعته بدوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الاهلي يكون موفق النهارده. جمهور الاهلي اكيد هيكون دافع قوي من خلال حضوره في استاد القاهره الدولي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد، ونبارك لبعض باذن الله في حلقه جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.